العالم لا يعلم ما بحياة لغات يا لغات أيها الله هذا شهيد محايلة هذا شهيد محايلة الله أكبر لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله رجالك يا خالد واحنا رجالك يا خالد استشهد وصارت مواجهات في رام الله وهو كان طالع من الدار طخوه ظهره وطلعت من صدره يعني اغتيال يعني شاب صغير معوش ولا اي اشي اختلوه اغتيال يعني بدم بارد يعني شاب عمره 16 سنة 17 سنة معوش ولا اي اشي طلع من داره وكانت المواجهات وطخوه استشهد على المطرح يعني اصابته كانت بليغة كثير يعني على حسب وزارة الصحة زي ما خبرتنا و17 سنة كان محبوب كثير يعني هو بتعرف انه كان هو ساكن في رام الله وهسه هو حاليا في مسقط رأسه في جنين كان يحب كثير جنين يعني قبل اسبوع ونص كان عندنا هون في جنين وراح على مخيم جنين وفر في مخيم جنين يعني سبحان الله كأنه بودع يعني هاي الكل أثنى عليها يعني أجا يعني لف على خالات ولف على عمات وكلياتهن وخلص يعني سبحان الله الله يرحمه ودع يعني كان نفسه إنه يستشهد في جنين ونالها أقسم بالله العظيم وكان نفسه خاصة في مخيم جنين فالحمد لله رب العالمين ربنا اختار له شهيد الحمد لله رب العالمين والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله